الحمد لله رب العالمين على الدوام، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الإمام وعلى آله الأعلام وعلى أصحابه الكرام، وسلم اللهم تسليما كثيرا على الدوام يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، الإنسان في حياته محطات ووقفات ونفحات، قال عنها سيد السادات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذه النفحات تمر على الإنسان فيحب ويهوى ويعشق ويغرم. الغرام، هل الغرام أمر مباح؟ هل هو حلال أم حرام؟ أني أغرم بشيء، بسيارة، ببيت، بأرض، ببلد، بهواية، بفتاة، بمال، بدنيا، ما هو الغرام؟ الغرام هو عذاب الحب، هو بلاء لا يختاره إنسان. كيف يختار الإنسان البلاء؟ والعذاب عذب، يستعذب العذاب أي يستلذه. لما؟ لأنه مغرم به، لأنه يرى هلاك روحه على يد محبوبه، على يد مرغوبه، على يد مطلوبه، على يد من يحب، على يد من يهوى، على يد من يعشق، حتى وصل إلى مقام الغرام. وهل يغرم الإنسان بمكة المكرمة؟ نعم. وهل يغرم الإنسان برسول الله؟ نعم. وهل يغرم الإنسان بكتاب الله؟ نعم. وما هو الغرام؟ هو هذا العذاب الذي يجده الإنسان في ليله ونهاره، لا ينفك عنه، يقض مضجعه، يؤلم ليله، يسهر ناظريه، يجعل هذا العقل منشغل بالمغرم به، لا يفكر في سواه. فإن كان حافظا للقرآن هو مغرم بتلاوة القرآن، وإن كان محبا صادقا لرسول الله مغرم بشمائل رسول الله، وإن كان محبا لوطنه تجده مغرما بوطنه، وإن كان مغرما بفتاة يبحث عن الأبيات وعن الكلمات وعن الألحان التي تعبر عن عذابه في قلبه من شدة ما يجد ويستلذ. فهو في عذابه عذب له، يعذب بالحب، لكن هذا العذاب عذب. وكيف هذا الحال؟ انظر إلى أناس ذهبوا إلى مكة المكرمة في ساعات الهجير، وقفوا من دون أحذية، وعليهم أكفانهم من دون غطاء للرأس، يقفون في منتصف الظهيرة في يوم شديد الحرارة، وهم في هذه الهاجرة يدعون إلها واحدا وربا واحدا، يستلذون بهذا العذاب. العذاب، الحبيب المصطفى وصفه أن السفر قطعة من العذاب فسافروا، وأن الأخذ من الأموال نوع من العذاب فأخذوا من أموالهم وأعطوا في سبيل الله وأنفقوا، لكنهم استلذوا هذا العذاب. لما؟ لأن العذاب في المحبوب عذب، وهذا العذاب يسمى بالغرام. هذا الإنسان الذي يصل إلى هذا المقام يريد أن يغرم في الدنيا، ويريد أن يغرم في البرزخ، ويريد أن يغرم في الآخرة، ماذا يفعل؟ عليه بتمحيص قلبه والنظر في هذا القلب. من يحب؟ ماذا يريد؟ من محبوب قلبي الذي أغرم به؟ من الذي إذا استمعت إلى كلمة في القرآن الكريم، آية عظيمة أو كلمة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو حكمة أو بيت شعري أو أغنية أو مقولة أو موعظة تحرك قلبي، تذكرني بمحبوبي، ترجعني إلى ربي، فإذا انشغل القلب بهذا الحال وأنب نفسه وأعاد هذه المرحلة، فعندئذ بدأ يتذوق وهذا المذاق الراقي الصافي الزلال الرقراق، ما هو إلا مقام الغرام. فهنيئا لك إن وصلت إليه. فابحث عن من هو يسكن في أعماق قلبك، ويتعذب قلبك بحبك له، وتستلذ روحك بهذا العذاب. فإن وصلت إليه فهذا هو مقام الغرام. ولكن حافظ على هذا القلب وسلمه واسلم به، واعلم أن في مقاماته هو الحب، هو الحب حقا، فاسلم بالحشاء. ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا،
فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. أغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأن إنك أهل لذاك، فأما الذي بواك حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أرى. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك.